خوتي العزاز، اي واحد طلع له هذا الفيديو يتفاعل، تفاعل مجاني كراتويت. راه حنا كنهضروا على واحد الحاجه اللي ضارانا، اللي ضارانا الخوت، واحد الحاجه اللي خاصنا نصلحوها، واحد الخلل الخوت، واحد الميساج خاصو يوصل للناس المسؤولين اللي قادرين يوصلوا. هاتي وانتم غير بارطاجيو وديروا داك دويتو ديالكم وديروا متابعه الخوت. راه حنا زعما ولاد بلادكم زعما. والله يا باباكم ما نساكتي بيا يا بيكم. صافي دابا كتجاوني بكومونتيرات نتوما ضدي زعما كنقول انا ما عاش، داوني الرضاعه سكتوني حتى انا، والعيب فيا لا قلت انا شي حاجه. هي اللي ماشي يدافع على الوطن ويودي اللي قال لك ماشي يحروا الصحراء، واش ماشي تحروا الصحراء ولا تدافعوا على الوطن في الكيبورد؟ كل ما كتسمعوا شي واحد كتقولوا زعما حنا جنود ديال جنود الوطن، جنود الوطن في الانترنت، جنود راجل وعاون خاك، عاون خاك المغربي الحمار، ولا شتو في ضيق عاونو وتساعد معاه. هي شد الرضاعي الكل خوتك ولاد بلادك ولاد الوطن ديالك، ولا دايرها بحال سوريا مقسمين الشعوب. ها شي مسكتينا بالرضاعه، شي عاتي الباب على عصا باش مسكتينا. والله يا باباكم ما انا ساكتي بيا يا بيبو.